الجديد ديالي إن شاء الله هو فيلم من إخراج الأستاذ الكبير سعيد الناصيري، اللي غيكون ما بين المغرب ومصر. إن شاء الله غيكون في رمضان، ومر العيد إن شاء الله عندي 2 أغاني مصورة عبارة عن كليب. كاينه مغربي ولغه اخرى، ما بغيتش باقي ما بغيتش نقولش من لغه. ماشي مغربيه يعني 100% مخلطه، والاغنيه الثانيه غتكون مغربيه ان شاء الله بستايل جديد. كما سبقت وقلت، انا يعني عندي مقومات اني نكون فنانه استعراضيه، يعني بحال اللي كيديروا الفنانات العالميات. علاش؟ حيت كندير لا دونس الغربي الشرقي، يعني كنتقنهم، ولكن ما يمكنش انني ندخلهم في الغنى ديالي، حيت انتينا عارفه باللي الشعب ديالنا المغربي ما يمكن ما يتقبلنيش بهذيك الصوره. اون بلوس ان عائلتي ما غيقدروش يخليوني. مؤخرا في لالا العروسه هذاك ستايل ارتحت فيه كتار، كنت مع الفرقه ديالي وغنيت الاغاني الشماليه وتحركت سوغ لا سين وعجب الناس بزاف. بزاف كيكتبوا لي لي كومونتير وما كيعرفوش يعني بزاف ديال الناس كنسمعهم كي ما قدرتش نهضر. بزاف ديال الناس قرابين مني كيصيفطوا لي بلي الناس شنو كيقولوا، انا خوله ضعفت، خوله غلطت، دائما لي كومونتير على هذا الشيء هذا. مي ما كيعرفوش ان الانسان ماله. ولا انا ما كنديرش الريجيم والحمد لله كنت مزيانه بصحه جيده، وكما كيعرفوا الناس انا دائما سكواد والرياضه كيعجبني بزاف. ولكن اللي ما عارفينش الناس هو ان انا مريضه، انا عندي تغويض، وان شاء الله قريبه غادي نعمل العمليه قبل رمضان ان شاء الله. ضعفتي وليتي حالتك، شي كومونتير حشومة اصلا يتقال. وانا اصلا الحمد لله انا ثقه في راسي، عارفه راسي انا خرجت في خنشه في الطريق راه كيبان لي راسي مزيونه، دونك ما غاديش ياثر فيا زعما هذا الشيء. ولكن غير واحد النقطه، ان ما تحكموش على الانسان ما تعرفوش واش مريض ولا لا. انا ما غاديش ندير الريجيم حتى لهاد الدرجه، نعطيه 8 كيلو وان شاء الله نرجع كما كنت.